لانه اليوتيوب انا مضطر لي بس 10 دقائق بس تقدر تعبي 10 10 10 ساعتين فخلاص هلا صار هلا جديدة هذه اخر موديل انا بصور هي فليب فيديو هلا صارت 218 هلا سعرها؟ من ساعتين في عندك نص ساعة 60 دولار في عندك ساعة وفي ساعة ونص رخيصة مش غالية يعني لا كاميرا زي تركب حلوة إذا أنت بتفتح الكمبيوتر على النت بتشوف صور تبعها العادي العادي زي الجديد كلهم بقول لك ايش؟ لا لا هذه هي السنة يعني في شهر 5 بيانات من 5 دقائق لو اني جاي عن طريق مستعد أنا هذيك اللي فيها الشرف ولا اللي فيها الجامع؟ زواتا أنا هي؟ زواتا زواتا؟ بلا مشوار لا شو اسمها؟ على قوسين هذه زواتا هذه قدامك زواتا مبينة اه مشان اللي فوق هذيك أراضي سباستيا هذيك اسكانات مشغلة اها هذيك منطقة اسمها الجنسية عرفتها كثير ايوه زينة النساء ايوه ايام الامبراطور الروماني هذه بلد امبراطورية ايام الامبراطور انا ما هو اسمها غريب ايام الامبراطور الروماني وانا ساكن في سباستيا كان مش بيخبر كان امبراطورية سباستيا كان في اللي روحي هو قرد شو اسمه يعني صهرته في بلدها اسمها جنة النساء انجنسني جنة النساء من لحد هلا مش عارف الفضها جنة النساء خلاص جنة النساء مكان هذه اراضيهم جنة النساء ايام ايام الرومانية انت بتحكي عن نابلس بلد تاريخ فيها ما قبل الميلاد هذه فعلا انها جبل النار يا ابو احمد يعني اتصور هالحصار وهالتسديد اللي عليها وهال هالظلم اللي وقع على اهلها وعلى شعبها بس ارخوا شويه الحواجز كانه ما فيش شيء فيها جاذبيه في احضار فيها تاريخ فيها تحكي عن هذا البلد امبراطوريه الرومانيه كانت عاصمه الامبراطور الروماني كانت عاصمه صراحه في منطقه سمير وصيهم على وصيهم على أرجيل معسل ها في واحد شيخ هون